حلقة النهاردة ان القائد ازاي يعرف يكون قريب من الفريق بتاعه، ازاي يعرف يكسر الحاجز اللي بينه وبين الفريق بتاعه، ان هو لما يقول لهم على اي حاجة يقولوا له احنا موافقين عشان احنا عارفين ان انت القائد بتاعنا وانك انت فعلا هتقول لنا على الحاجة اللي هتفيدنا. مصلحته من مصلحة الفريق، دايما يكون قلبه على قلب الفريق بتاعه، يكون قريب منهم، يكون معاهم في فرحهم، يكون معاهم في حزنهم، يكون في وسطهم، يكون دايما حاسس بكل حاجة هم بيحسوا بيها. لو حد فيهم محتاج حاجة يكون هو أول واحد القائد بتاعهم يفكروا فيه. لو حد فيهم حس إن هو عايز يعمل حاجة معينة وفعلا هي كويسة يخليه يعملها عشان ده هيحسسه إن هو مبسوط وهيحسسه إن دايما يجي منه إن هو كويس وإن هو بيبقى وسطهم، وإن القائد مش بالضرورة دايما يبقى عشان يبقى قائد بقى، لأ يبقى فوق بقى ويبقى، لأ القائد لما يبقى وسطهم وإن هو يحسهم كده إن هو زيه زيهم الحاجز اللي بينهم هيتكسر. في كلمة بتقول إيه؟ الناس مش هتمشي معاك بمخها قبل ما تمشي معاك بقلبها. People will lend you a hand after they lend you a heart. انت لازم تكسب قلوب الناس عشان يساعدوك. النهاردة ازاي نقدر نكسب قلوب الناس؟ ازاي اخلي فرقتي يبقوا صحابي، يبقوا حبايبي، يبقى انا وهم حاجة واحدة؟ زي الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بعد غزوه بدر جيش المسلمين خسر 14 واحد، فراح واحد واحد يزورهم عشان يواسي اسرهم، وكان في نفس الوقت بيضمد جراح المسلمين اللي كانوا اتصابوا في الغزوه، وفي نفس الوقت كان بيسال عليهم على طول وكان بيتابعهم ويعرف حالهم عامل ازاي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما الابتسام، دائما رغم كل التعب اللي كان بيبقى شايله ورغم حمل الأمانة وحمل الدعوة، إلا أنه كنه دايما مبسوط دايما سعيد. أي حد يجي يكلمه يقول له يا رسول الله كان يلتفت إليه كده ويبص له، ما كانش يبقى قاعد كده وما كانش يبقى مهتم بيه، لا كان بيقدر قيمة الإنسان ده عاملة إزاي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حد كان بيجي يسلم عليه كان بيفضل مسلم عليه، ما كانش بيسيب إيديه إلا لما الراجل يسيب إيديه اللي قدامه، وإلا لما الراجل التاني ذات نفسه يمشي بعد كده هو يمشي. دائما الابتسامه، عرف عنه انه كثير الابتسامه، دايما كل حاجه كان بيعملها وهو مبتسم، دايما كل حاجه كان بيعملها وهو مفعم بالحيويه والسعاده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير قدوه لاصحابه، لان هو كان بيحسسهم ان هو وسطهم، فعشان كده دايما كانوا بيبقوا حواليه. لما كان بيبقى قاعد في وسطهم كان مش بيحسسهم ان هو حاجه فوقهم ولا حاجه هو مش زيهم، لا كان بيبقى قاعد وسطهم بياكل معاهم، بيحسهم على الدعوه وكان بيعمل نفس اللي هم بيعملوه. لو حد فيهم مرض يكون هو اول واحد يكون يسال عليه. عارف حاجه غريبه قوي، انت لو سلمت على الناس بالايد وبالذات الناس البسيطه بيحس ان انت عملت له حاجه كبيره قوي. يعني انت كون ان انت تسلم عليه بايدك يعني انت تنازلت من موقفك العالي بصفه قائد الى موقعه هو بصفته عضو في الفريق. يبقى معنى كده ان ايه؟ ان الناس نفسها تكون انت وهم على مستوى واحد، يعني انت مش اعلى منهم ولا هم اعلى منك. احنا النهارده مش في مساله الاثوريتي، مش في مساله ان انا عندي سلطات اقدر اخليك انت تعمل كذا وكذا وكذا وما تعملش كذا وكذا وكذا، لا ده انا عايزك تعتمد على ان هم بيحبوك انت. عارف يحبوك امتى؟ يوم ما تاكل ياكلوا معاك، نقعد على الارض وناكل كلنا، لما اروح مش انا اكل حاجه وهم ياكلوا حاجه تانية، اصل انا القائد انا مختلف. احنا لازم نكون جزء من الناس. خد بالك هو لما شايفك ان انت بتعمل معاه اللي هو بيعمله بيحس ان انت معاه مش عليه، يعني معنى كده ان هو بيحس بيك، بيحس ان انت حاسس بيه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان لما يسلم على الناس يسلم عليهم ويحط عينه في عينهم وما يشيلش ايده من ايدهم غير لما هم يشيلوا ايديهم. عارف يعني ايه كده؟ يعني هو اللي بيقول لهم ايه؟ انتم القاده، انت اللي تحط ايدك في ايدي وتشيلها وقت ما تحب انت، يعني انت اللي ماسك التحكم مش انا اللي ماسك التحكم.
حتى كان قول أبو سفيان وهو كان كافر قبل ما يسلم، قال: ما رأيت أحد من الناس يحب محمد كأصحاب محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو كان بياخد كل شيء ببهجة وسعادة وفرحة، كانت الناس كلها من حواليه بتحبه، كانت الناس كلها من حواليه أي حد عايز يعرف أي حاجة أو عايز أي حد يسأل أي حاجة يروح للرسول يقول له: يا رسول الله كذا كذا، قل لي، فقهني، عرفني. رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شايل هم كتير قوي، وكان شايل هم الرسالة، وكان شايل اللي هو الدعوة، وكان شايل اللي هو يعلم الصحابة، وكان شايل اللي هو قدر المسؤولية أن هو يعلم الناس إزاي الدين، ويعلمهم الصلاة، ويعلمهم إمتى يصوموا، وإمتى يزكوا، يعلمهم الدين، ويعلمهم أخلاقه. كان دايما دايما الضحك، دايما الابتسامة، مبسوط في اللي هو بيعمله. فخليك دايما تضحك، خليك دايما سعيد، خليك دايما انت وانت بتعمل حاجة سعيد وبتضحك، ودايما الابتسامة على الناس اللي من حواليك لما تشوفك انت مبسوط وبتضحك فهينجذبوا ليك. موقف اخر ما بين عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين، كان احد اولاد عمرو بن العاص وهو كان والي على مصر، كان حصل سبق بينه وبين احد رعاة المصريين، وكان الرعاة المصريين ده كسب ابن عمرو بن العاص في السبق. فحصلت خلاف بينهم، اللي حصل ان ابن عمرو بن العاص جلد اللي سبقه في السبق. فالمصري ده سخط جدا واتضايق جدا ان هو يحصل حاجه زي كده، اللي هو ازاي عشان سبقه يجلده. فعمر بن الخطاب علم بهذا الامر، فبعت لعمرو بن العاص وبعت لابنه وبعت للراجل اللي هو اتضرب بالكرباج ده، وقال له تعالى، وخلاه ياخد حقه من الراجل من ابن عمرو بن العاص. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قولته التي فصلت بين الحق والباطل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. الموقف ده بيدل ان القائد لازم يدي لاتباعه الدرس ان هم ازاي يعرف يتعاملوا مع الناس بتوعه، عشان اتباعه لو ما تعلموش ازاي يتعلموا مع اتباعهم مش هيعرفوا يتعاملوا معاهم كويس. فلما خلى الراجل اللي اتعامل سبق مع ابن عمرو بن العاص يضربه بالصوت نفس الضرب بالظبط اللي ضربه ده، عمل نوع من العدل، وعمل نوع من انك انت كقائد لازم تعمل ده مع التابع ليك، عشان التابع ليك يعمله مع التابعه، عشان يكون في تبعيه صحيحه، ما يكونش اي حد بيعمل اي حاجه كده وخلاص. القياده ليها مفاهيم كتير. واحد من المفاهيم ان انت ازاي تبقى قائد نفسك، ومفهوم تاني ان انت ازاي تبقى قائد للفريق اللي معاك، ومفهوم تالت انه ايه الاهداف اللي انت والفريق بتاعك عايزين توصل لها. طيب هتكلم على انت والفريق بتاعك، ايه وجه الارتباط اللي بيبقى بينك وبينه؟ ايه وجه المعرفه اللي بتعليك شويه عنهم او اللي بتعليمهم معاك؟ لازم تبقى مدرك جدا 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 العلاقه ما بينك، لازم تبقى مدرك انه ممكن تكون انت كلامك بيأثر عليك او كلامهم بيأثر عليك، لازم تبقى مدرك انه انت في ليفل غير عنهم سواء اقل او اعلى، لازم تعرف تستغل الليفل. طيب لو طبقنا ده على، او انا اتعلمت ده من ايه؟ اتعلمت ده من شغلي في الستودنت اكتيفيتيز او في الانشطه الطلابيه في الجامعه، انه كنا كلنا طلبه، كلنا نفس السن، تقريبا كلنا بنفس المعرفه، ممكن يكون حد بيفرق عن حد بس بخبره بسيطه. فده اللي علمني الحته دي، علمني ازاي نتعامل مع بعض. ممكن انا كان ليا الشرف والحظ الحمد لله ان انا كنت قائد شويه للستودنت اكتيفيتي، ففكره ان انت تبقى شغال مع اصحابك وفي نفس الوقت شغال مع ناس زيهم وشغال مع ناس ما يفرقوش عنك خالص، بس هي بوزيشنز، البوزيشنز دي بس بتحتم ان انت عايز توصل للهدف اللي احنا قلنا عليه في الاول اللي انتوا بتبقوا راسمينه لبعض. فان انت تبقى عارف مدخل كل واحد فيهم ايه، عايز تصحصح ده، عايز تفوق ده، عايز تقول لي ده لا معلش ارجع تاني اتكلم في الحته دي. لو قدرت تعمل ده ودي شطارتك بقى كقائد، هتبتدي تبقى مش بالنسبه لهم قائد او مش بالنسبه لهم حد هم شايفينه كبير، لانه في الاخر زي ما قلنا احنا كلنا في نفس الليفل، بس هم هيبتدوا يبصوا لك على ان انت ملهم، على ان انت حد مصدر ثقه، على ان انت حد فعلا بتاثر فيه. فالارتباط بيجي من هنا، الارتباط بيجي من انه انتوا ازاي عارفين تتعاملوا مع بعض، لانه كل ما كنتوا عارفين تتعاملوا مع بعض اكتر، وكل ما بقت الحاجات المشتركه اللي ما بينكم اكتر من كتر الشغل ومن كتر ما انتوا فعلا عارفين توصلوا لبعض، كل ما هتلاقوا نفسكم اوتوماتيك الاوتبوت اللي بيطلع بيبقى احسن، والنتائج اللي بتوصلوا لها بتبقى اسرع واجمل حتى في البروسيس بتاعتها، لان في الاخر انتوا بتبقوا فاهمين بعض جدا. نحكي موقف تاني عن صلاح الدين الايوبي ونور الدين محمود. ناس كتير قوي كانت بتهزأ وتسخر من نور الدين محمود وهو كان بيلعب مع
صلاح الدين لعبة البولو. لعبة البولو دي كانت لسه جديدة في وقت كانت جاية من الغرب، كانت لسه جديدة في الوقت اللي هما كانوا فيه، اللي هي انت بتبقى واقف على الخيل وبتضرب بالبولو في حلقة كده دائرة. فكان دايما الامراء والملوك بيسخروا منه ويقولوا له اللي انت بتعمله ده، قال لهم لا انا مش بلعب معاه، انا بتدربه على الجهاد. قالوا بيتدربوا على الجهاد ازاي وانت يعني بتلعب معاه؟ قال لهم ده ذات نفسه جهاد. وبالفعل نور الدين محمود بالفعل اللي هو عمله ده، صلاح الدين طلع عليه انتماء للجهاد وان هو عايز يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وان هو جمع المسلمين وعرف يحدد رؤيته اللي ورثها من نور الدين محمود. وده كان دليل كبير قوي على الاتباع، وعن ان القائد لما يغرس في متبوعينه الفكره بتبقى معاهم وهو بيحصهم على ده. دايما افتكر هي مش القصه صراع القوه، انا اقوى ولا انتوا اقوى. القوه هي قوتي معاكم، قوتي بقوتي معاكم، بان احنا كلنا حاجه واحده. اتكلمنا مره قبل كده على السينرجي، سينرجي ان احنا نجمع حاجتين على بعض يطلعوا حاجه اقوى منهم. هي دي القوه اللي بتطلع فوق. بتيجي منين؟ بتيجي من الحب. هم في الاول يحبوك، هم يحسوا ان انت مفيش بينك وبينهم فرق، هم ما يحسوش ان انت بعيد عنهم، هم يحسوا انك جزء منهم. وفي اللحظه دي القوه اللي هتطلع مننا كلنا هتتجمع مع بعضيها وتطلع قوه اكبر في سبيل تحقيق الحلم. أنا عايز منك النهاردة إنك تبقى مفعم بالحيوية وبالابتسامة، جمع الناس اللي حواليك، اخرج معاهم، قضي وقت مرح معاهم، حس دايما كده إن الوقت اللي انت بتقضيه دايما سعيد، ابتسم، خلي كل الأمر بالنسبة لك هين، ما تكبرش الأمور، خليك دايما في ابتسامة، بتأثرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم فإنها سنة.